شايفين ان الابحاث اللي في المستقبل هتعمل الموضوع ده بشكل تجريبي. شركة سبيس اكس هتطلق 21 قمر صناعي. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الاخيرة كمية احداث مهمة جدا حصلت في الفضاء لازم تعرفها. نازل دراسة جديدة لانك بخصوص الحياة الفضائية واخبار حصرية عن شركة سبيس اكس. بس احب ادعو حضرتك في الاول، لو انت اول مرة تشوفني يا ريت تشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. ما طولش عليكم في المقدمة، نخش في الموضوع على طول. اول خبر معنا بيقول ان ممكن الحياة الفضائية ما تكونش قائمة على الكربون. الكلام ده وفقا لدراسة جديدة. في دراسة جديدة بتقول ان التفاعلات الكيميائية المستدامة ممكن تدعم علم الاحياء على الكواكب التانية باستخدام مجموعة متنوعة من العناصر غير الكربون اللي بتقوم عليه الحياة هنا على الارض. الحياة هنا بتعتمد على المركبات العضوية، وبتتكون الجزيئات دي من الكربون، وغالبا بتشتمل على عناصر تانية زي الهيدروجين والاكسجين والنيتروجين والفوسفور والكبريت. بس العلماء في حاجة محيراهم من فترة طويلة قوي، هل الحياة الفضائية بتتطور بناء على كيمياء مختلفة عننا تماما؟ علشان كده لازم نستكشف الاحتمالات دي علشان يكون عندنا فكرة عن كل اشكال الحياة في الكون بتاعنا. نوع التفاعل الكيميائي اللي بتعتمد عليه الحياة هنا على كوكب الارض اسمه التحفيز الذاتي، والتفاعلات بتاعته ذاتية الاستدامة. يعني ايه؟ يعني تقدر تنتج جزيئات تشجع ان التفاعل نفسه يحصل مرة تانية. من اهم الاسباب الرئيسية اللي بتخلي الباحثين مهتمين بالتحفيز الذاتي في اصل الحياة هنا ان التكاثر هو سمة اساسية للحياة، واوضح مثال على التحفيز الذاتي. في الدراسة الجديدة بقى ركز الباحثين على التحفيز الذاتي اللي بره النطاق بتاع المركبات العضوية، واعتقدوا ان التحفيز الذاتي ممكن يساعد في تحفيز عملية التولد التلقائي، وهي اصل الحياة من انعدام الحياة. فالعلماء ركزوا على حاجة اسمها دورات التناسب اللي ممكن تولد نسخ متعددة من الجزيء، فممكن نستخدم المنتجات دي كمواد أولية للمساعدة ان الدورات تحصل مرة تانية، وده بيؤدي للتحفيز الذاتي. ممكن نقول ان التناسب ده فريد من نوعه، لانه تفاعل واحد بينتج مضاعفه. ادوات البحث مكنت الباحثين ان هم يصمموا ويجروا التقييم الاول من نوعه عن انتشار دورات التحفيز الذاتي، فاكتشف الباحثين 270 دورة مختلفة من تفاعلات التحفيز الذاتي. يعني ممكن التحفيز الذاتي ما يكونش نادر قوي، وممكن يكون سمة عامة في العوالم التانية خارج الأرض. معظم ال 270 دورة ما استخدمتش المركبات العضوية، وكان فيها عناصر نادرة قوي هنا على الأرض أو مش موجودة أصلا. فممكن ده يحصل في دورات مختلفة في ظل درجات الحرارة أو ضغوط مرتفعة أو منخفضة. الباحثين اكتشفوا 4 دورات تحفيز ذاتي بتحتوي على غازات نبيلة، يعني نادر قوي لما بتتفاعل كيميائية مع العناصر التانية. يعني ممكن غاز خامل شوية زي الزينون انه يشارك في التحفيز الذاتي. في اعتقاد حاليا بين الباحثين مشهور جدا ان التحفيز الذاتي بيحصل بسهولة اكبر في العناصر التانية. كان في 8 دورات بس في الدورات المعقدة شوية فيها 4 تفاعلات او اكتر، لكن معظم ال 270 دورة كانت بسيطة قوي وبتتكون من تفاعلين بس. لاحظ الباحثين اننا ممكن نجمع بين دورات متعددة مع بعض، وهيؤدي لتفاعلات كيميائية مستدامة بتولد مجموعة متنوعة من الجزيئات وبتنتج قدر كبير جدا من التعقيد. فالباحثين شايفين ان الابحاث اللي في المستقبل هتعمل الموضوع ده بشكل تجريبي. الخبر التاني معانا النهاردة بيقول ان شركة سبيس اكس المفروض ان هي النهاردة هتطلق 21 قمر صناعي من ستارلينك، وطبعا الاطلاق ده هيتم على متن صاروخ فالكون 9. هينطلق الصاروخ وبعد 8 دقايق ونص بالظبط هتنفصل المرحلة الاولى وتهبط على الارض، وتحديدا على سفينة تابعة لشركة سبيس اكس، والمرحلة العليا هتكمل بالأقمار الصناعية لمدار الأرض المنخفض وهتنشرهم. ونشر الأقمار الصناعية ده عادة بياخد ساعة. لازم تعرف إن كوكبة ستارلينك هي أكبر كوكبة إنترنت في العالم كله حاليا، بتتكون من أكتر 4750 قمر صناعي كلهم شغالين في مدار الأرض المنخفض. لحد هنا خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت تكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. والسلام عليكم.